صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. طبعا انت لما بتعمل حاجه في حياتك بتتعب عليها، ما بتعملهاش كده بالسهل، يعني بتتعب على ان انت بتشتغل على الحاجه بتاعتك، بتتعب على انك تختار الاسم بتاع الحاجه بتاعتك وهكذا في اي مشروع. ولكن المشكله النهارده ان انا عندي جروب اسمه المغتربين في اوكرانيا، وعندي صفحة اسمها مغترب في اوكرانيا، وانا بكلمكم هسيب لكم شكل الصفحة عشان محدش يخدعكم. ليه انا بقول لك الحلقة دي النهاردة؟ لاني من فترة لاحظت ان في حد عامل مجموعة بنفس الاسم بتاع المجموعة بتاعتي. فطبعا انا لما بقول لحضرتك ادخل على الجروب بتاعي او على صفحتي وسيب تعليقك او استفسارك، إفادة ليك بدون أي مقابل. للأسف الشديد صاحب هذه المجموعة راجل عنده قناة في اليوتيوب، ولكنه تابع ليه؟ لأنه ما هو الصغير، وراجل المفروض إن هو بيقول على نفسه راجل محترم. فلما يكون راجل مش صغير وراجل محترم ما يبقاش تابع لحد جنب منه. يعني بمعنى هذا الشخص حاطط الويب سايت بتاع الموقع بتاعه على الجروب ومسمي نفس الاسم، من قلة الأسماء فاختار نفس الاسم. نفس القصة اللي كانت بتحصل زمان، كذاب في أوكرانيا، مش عارف ايه في أوكرانيا، وبدأوا ناس كتيرة قوي من الناس اللي هم عاوزين يبقوا يوتيوبرز أو بلوجر ماشي، فيبص على اسم مين؟ الصعيدي في أوكرانيا، فاختار اسمه وبعد كده في أوكرانيا. كل هذه الامور امور مشروع عادي، انا ما بتضايقش وما ازعلش. انا بتضايق وبزعل لما تنقش، لما تسرق فكره حد غيرك. دايما اللي حواليك ما بيحاولوش ان هم يبتكروا في حياتهم، بياخد اي شيء بالسهل او بالسرقه. دي تعتبر سرقه اسم، سرقه فكره، سرقه مشروع وهكذا. انت ما تعودش نفسك في هذا العالم ان انت تسرق افكار غيرك. حاول ان انت تطور من نفسك، حاول ان انت تبتكر في حياتك عشان ربنا يكرمك وتنجح. الموضوع ده والله العظيم ما مضايقني. انا اللي مضايقني ومقلقني ان ممكن حد محترم يكون داخل عنده مشكلة او عنده قضية ما، وداخل عاوز يكلم الشخص اللي هو خالد، اللي هو الشخص التاني سرق اسم المشروع بتاعه او المنتج بتاعه، فيضلك ويلبسك في الحيط. وبعض هؤلاء الناس بيبقوا نصابين، تلاقيهم ممكن يكونوا مشغلين معاهم حد تابع ليهم وهم تابعين له. يعني الواحد لما بيجيله شيء فلازم يدرس هذه المواضيع، يدرس ابعاد هذه الامور. وما تنسوش لو حابب ان انت تبقى معايا في الجروب بتاعي، هسيب لك رابط الجروب وهسيب لك صورة البروفيل بتاع الجروب، وأيضا هسيب لك صورة البروفيل بتاعة الصفحة بتاعتي. أنا صفحتي على الفيسبوك أو المجموعة اللي عندي اسمها المغتربين في أوكرانيا، مجموعة محترمة جدا، مش هتلاقي فيها إعلانات، مش هتلاقي فيها سخافات، مش هتلاقي فيها إسفاف بعقول الناس، مش هتلاقي فيها حد يقول لك اديني عشان اقول لك المعلومه. اي شيء هتلاقيه في المجموعه علاوه على قناتي في اليوتيوب اللي حضراتكم مشتركين فيها. حلقه النهارده يا جماعه عاوز اوصل لحضرتك انك لما تحب تعمل شيء حاول تعمل الشيء ده يبقى مختلف عن الاخرين. ايه الفايده وايه المصلحه ان حضرتك تنقش من غيرك، تاخد فكره انت ما تعبتش فيها، انت ما بذلتش فيها مجهود. لازم اي حد يعمل مشروع يا جماعة لازم يبذل مجهود على مشروعه. لو هتفتح محل تختار الاسم الجيد غير الناس، مش تيجي على مطعم مشهور وتروح واخد الاسم بتاعه محور في الاسم عشان تكسب ناس بتحبك وانت اساسا ما عندكش محتوى. فهمت؟ فنصيحة للاخوة العرب اللي عايشين في اي مكان، لما تحب تعمل لنفسك شيء حاول تعمل الشيء ده مختلف عن اللي حواليك، ما تبقاش تابع زي اخينا اللي حاطط اسم الصفحة بتاعته مغتربين في اوكرانيا وحاطط الويب سايت بكل بجاحة وبكل استخفاف. يعني دي حاجات من ضمن الحاجات اللي بتقابلها. ف
عشان حضرتك ما تقعش في فخاخ هؤلاء النصابين المحتالين اللي دايما يسرقوا افكار غيرهم، حاول تخلي بالك دي انا غير مسؤول عنها. هذه الصفحة، هذه الصفحة ليست تابعة لي، وهذا الاسم ليس تابع لي، فهمت؟ اتمنى حلقة النهاردة تكون افادت حضرتك باي معلومة، وما تنساش تبقى من اسرتي في جروب المغتربين في اوكرانيا وصفحتي مغترب في اوكرانيا، فهمت؟ صباح الفل، اتمنى لكم يوم سعيد، اشوفكم على خير، السلام عليكم.